يا فندم، واتمنى اني اكون عند حسن ظن حضرتك. ما هو ده اللي انا متوقعه، وان شاء الله حلاقيه. يا بركه، ايه الاخبار؟ كله تمام، البضاعه اتسلمت والمعلمه انشراح هي اللي عينتها بنفسها وقبضتني حقها، وانا رضيت السواقين. خد صحيح ده الباقي. خير وبركه. رضيت عم رزق؟ طبعا يا عم، عم رزق ده الخير والبركه. والله ما حد بركة غيرك يا بركة يا فل انت. بقولك ايه صحيح؟ المعلمة انشراح وصتني انك اول ما تيجي تعدي عليا في البيت. اشمعنى البيت يعني؟ مش عرفني. طب اسمع يا زين، هات مفتاح العربية. اتأخر؟ قبل ما تجهزوا الأكل بس أكون رجعت. يلا سلام. سلام. والله أنا خايف على الواد حربي رجله تتزحلق وتاخد على مشوار المعلمة ويسيبنا ويروح يعيش هناك. لا يا عم، حرب ما يعملهاش. معقولة يعني هيسيب العزبة اللي احنا عايشين فيها دي ويعيش مع المعلمة انشراح؟ بقولك ايه، كبر دماغك، مفيش أحلى من تكبير الدماغ. ولو عليك ما بتفهمش يا ده بركة، ده انت بتفهم أكتر مننا كلنا. ده ايه الصدفة السعيدة دي يا معلم ابو ضايع؟ مالكش فيه ياض. ايه اللي جابك هنا ياض عتيوي؟ ابدا، بس المعلمة سابت لي خبر اني هفوت عليها. تفوت عليها؟ ماشي، ما هو العين بقت فوق الحاجب وانت ما بتقراش نشرة اخبار واللي علي علي. الله 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 الله، ده اللون الفرحي ده يا معلم ابو ضايع؟ هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ مش واخد انا منك على الحنية دي؟ فروش لك يومين يا حربي، بس يكون في علمك ان شويه الشلحفات اللي انت لاممهم حواليك دول كلهم رش ما يبلش. ابدا وصل. افتح الاشاره يا واد، افتح. اهلا معلم ابضاي. المعلمه موجوده؟ موجوده، الله يسلمك ويسلمنا جميعا يا احلى زهرة. اختي هما بيطلعوا امتى دول؟ اخسى عليك يا سحار، بيخضك. سلامتك من الخضة يا بنت. جري ايه يا سهرة؟ هنقضيها سهرة؟ قولي للبرنسيس ان المعلم ابضاي وصل لوحده. اهلا يا ابضاي. ادخل. تعالى اتفضل، واقف على الباب ليه زي الغريب. اتفضل يا حربي. وحشتيني يا برنسيسة. وانت مش قوي. جبت الغلة؟ اه يا برنسيسة. بس استاذنك يعني تشوفي حربي عايز ايه، لانه شكله مستعجل وعلى سفر. والله ما ينفع ايه اللي بتقوله ده يا معلم، ده انت الكبير بتاعنا. خلص انت الاول وانا هستنى. جرى ايه يا حربي؟ جرى ايه يا حربي؟ هنشقط لبعض؟ ما تشوف انت عايز ايه وتخلص. هات الايراد يا بضاي. يا ابن سيسا قصدها يعني على الفلوس لمؤاخذه. ما انا فاهم يا عم المترجم، حد قال لك ان انا ما معيش لغه؟ امورينا يا ابن سيسا. الايراد ده الإيراد كله؟ كله يا برنسيس. عفارم عليك يا معلم. يا دوبك بقى تلحق تروح تنام، عشان لازم تفوت عليا بكره الصبح بدري، عشان عايزه افوت على البنك قبل ما اروح المستودع. طيب طيب يا معلم، يا دوبك انت بقى تلحق كده ايه تروح عشان تنام بدري وتصحى بدري للمعلم. يلا امشي يا برنسيس. طيب يا حربي، فروش لك يومين. سلام يا برنسيس. اسمح لي. اتفضل. ابضاي. اه ده معلمة. خد الباب في ايدك عشان بكسله وما اقفله. متهزرش مع ابضاي كتير، نبو ازرق. متخافيش عليا يا معلمة. تعال اقعد جنبي. قول لي بقى عملت ايه مع رشوان؟ كل خير يا ست الكل. لقيت له سكه؟ لسه شويه، بس انا يعني ليه عندك طلب؟ اؤمر.
دلوقتي احنا محتاجين لمخزن متطرف يكون بعيد عن العيون، واهم حاجه ان ما يكونش في اي حد من المنطقه يعرف مكانه. عندي حته مخزن مهجور وكبير وفي حته ما حدش يعلم عنها حاجه، في سقاره كنت ورثاه من جوزي الاولاني، لا من جوزي التاني. هديك مفتاح. حلوه قوي، هاخد منك المفتاح وتديني كمان العنوان، وهطلع انا الصبح انا والواد زن عينه، وان شاء الله يا معلمه ان شاء الله حقك هيرجع لك لحد عندك. الحرب ده مش سهل، فرد الشراع ونفخ على الرابع ومفيش اي حد واكل معاه. الواد هفا ملوش عازل، غايته بس من رجلين اللي شايلاه. لو دورت على الحقيقه هتلاقيه مش حمل قلم منك يا سيد الناس. بس واكل بعقل معلمك نفا، عارف لو حلاوه كنت علمت عليه. مشكلة انه بيخطط لحاجه كبيره كبيره قوي. تعرف يا معلم احسن حاجه اننا نكمل له ونغب عليه. نغب عليه؟ بس قبل ما نغب عليه لازم اعمل معاه الصح. طفله ريشه 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 عشان محدش يحط عليه. الله عليك يا سيدي الناس وعلى افكارك يا برنس البراديس. صحتك يا اجدع معلم في المنطقه، يا مهيب الوكل يا كبير يا عنيب. صحت صحتك وما يتشدد بس يا حربي، ولأي حد بياكل كنافة في البلد دي. يا نهار اسود عليك يا دنيا على اللي عملتيه فيا. ايه ده ايه ده ايه ده ده؟ يخرب بيتك يخرب بيتك يا بنت دعاء، ده انت بقيتي زي القمر. صدق اللي قال لبس البوسه تبقى عروسه. انا مش ناقصه هزارك ده على فكره دنيا، انا مش هقدر انزل الشارع كده. الناس هيقولوا عليا ايه بالمكياج ده كله ولبس العريان ده؟ ايه 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 الناس هيقولوا عليكي ايه؟ ما يقولوا يا اختي اللي يقولوه واحنا مالنا. بقول لك ايه يا دعاء، اهم حاجه يا اختي في شغلانتنا دي المظهر. ولا انت عايزه بقى تروحي العزام يقول لك بيتك بيتك وترجعي العطيات وخيال المقاتل اللي اسمه ابضايا وتتجوزي والناس ينادوا عليكي في الشارع ويقولوا ايه؟ يا مراتي الغول امنا الغوله. دنيا انا مش ناقصه هزارك على فكره. بصي انت لو اتنططتي كده وقفتي على دماغك انا مش هنزل بلبس ده الشارع ولا رايحه الكباريه ده اصلا. بقول لك ايه يا دعاء، فكك بقى من الحركات دي بقى، خلصينا يلا بينا ورانا شغل. لا انا مش هنزل كده يا دعاء. استغفر الله العظيم يا رب. خدي خدي حطي ده كده على كتفك اهو، ان شاء الله كده هتبقي زي القمر. ويلا بينا بقى، يلا بينا النهارده اول يوم ليكي في الشغل يا دعاء. يلا هنتاخر، ده انت رخمه قوي على فكره. هغطي ايه ده ولا ايه بس؟ حرام عليكي، انا مش عارفه انت بتعملي فيا ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وسع وسع الطاجن السخن قوي. تعالى لي، قلت عليا ده انا هموت من الجوع. اضرب. ليه احنا مش هنستنى حربي؟ استنى حربي ايه؟ حربي زمانه بياكل حمام محشي مع الملايكه. حمام؟ اضرب انت ودع الملك للمالك. حمام حلو ده. حلو. قصه يا عيني يا اندال يا اولاد اللذينة. بقى طاجن بطاطس باللحمه، عايزين تلعطوا لها لوحديكم ولا كان ليكم صاحب اسمه حربي؟ ولا حربي، الواد زين قال ان انت اكلت النهارده حمام محشي طعمه حلو ده. حربي يا عم سيب حاجه لاخواتك الغلابه، يعني انت عمال تاكل هناك حمام محشي وجاي هنا تاكل الطاجن اللي حلقتنا؟ بطل تفاصه بقى يا عم، الحمام لسه في الغيه بس وحياتكم عندي لا ينزل ويندبح ويتحمر ويتشمر كمان، ساعتها بس يستاهل بقلك كده اللي زي. مهم عملت ايه مع المعلمه؟ عندها مخزن في حته مقطوعه في سقاره، بكره الصبح بدري هطلع انا وانت وبركه نعينه وننضفه، بس الكلام ده قبل ما ننقل اخر نقله خرده مخزن عندك. مخزن ايه ده اللي هنروحه ونروقه؟ كل برضه كل هشرح لك بعدين. طب وليه مش دلوقتي؟ عشان احنا دلوقتي بناكل، بعد كده هطلع انا وزين على مشوار مهم ونرجع، ساعتها بقى احكي لك على كل حاجه. كل بقول لك ايه يا عزام،
ما تنادي على الضيوف المستكاوي وجربتها دي يقعدوا معانا يطروا القعده، القعده ناشفه.